السلام عليكم وصباح الخير عليكم. نحن سعداء جدا بالوفد المصري الكريم، اخواننا واشقائنا الفضلاء الكرماء الذين تشرفنا ايما شرف بهذه بقدومهم الميمون. وتجولت في العالم كثيرا وزرت دول كثيره، ولكن اكثر دوله انا احبها ويعني اتعامل معها كاننا في السودان هي دوله مصر. امشي بدون بطاقه، امشي بدون جواز، امشي بدون اقامه، يعني انا ما عندي قيود في مصر، انا كاني مصري. ودي احب دوله لي واكثر دوله زرتها، وعندي اصدقائي واخواني هناك كثيرين عندهم شقق وفلل في مصر، ففي الاجازات بنمشي معاهم ونقعد معاهم الزمن طويل ونشيل الاولاد والاسر. ومصر يعني بلدنا، واخيرا انا اقول تحيا مصر. تحيا مصر، جزاك الله خيرا. انا في الحقيقه جيت نازل مصر قبل 15 يوم، ف يعني عدوني منهم، انا سوداني لكن عدوني منهم، وارتحت معاهم شديد والله، واتمنى انه ازور مصر ثاني والله. تنورنا وتشرفنا. تحيا مصر والله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. الله يكرمك. شكرا. يكرمك.